السلام عليكم. دموزيل انا بلشت ازهق، انتبهي. نعم. ما تخليني ازهق اكثر، زهقي مش حلو. معلش يا فندم. حطيها براسك وقولي للدكتورة. معلش يا فندم، اسفين على التأخير. شو بزهق؟ ليش بتفوتوا ما تقولوا لنا هاي؟ شايفيننا؟ جوزك هيدا؟ هاي مسيو. هاي. كيفك؟ الحمد لله. ما بتحكي؟ في ايه بالظبط؟ ما في شي، في عالم قاعدين هاي بتفوتوا هيك قولوا هاي مرحبا. قول السلام عليكم. يلا شي. سوري؟ انا في ايه؟ ايه بتفوتوا عالم على الناس بيقولوا هاي. طب هم الراجل دخل قال السلام عليكم. هي يمكن ما بتخليه يحكي. انت بتقربيه؟ بتقربوا بعض او التقيتوا على البيت؟ ايه علاقتي بالموضوع؟ عم بسأل عادي رد، ما بتعرف تحكي؟ لا انت كده بتعدي خصوصيات. هلا قال لي كمان انه قاعده ما في تشوفك انت عم تحكي، يعني فيك ترجعي شوي تقربي شوي؟ او ممنوع يحكي مع حدا؟ عملتي له هيك مثل يدو ممنوع يحكي؟ ما انت كمان ما بتعرف تحكي؟ لا هي بتعرف تتكلم بس. ليه ساكتة؟ ما بتخليها؟ شو مشكلتكم؟ انت ممكن رقم تليفون تاني؟ زيرو 23 3 3 8 1 3 8 1. طيب. طلعتي بتعرفي تحكي؟ فكرتك ما بتعرفي تحكي. شي ما لا غريب، الناس اللي بيجوا لهون عندهم مشكلة، يعني أنا بشوف مصريات برا غير اللي بيجوا لهون. إنه بيفهموا المصريات وذوق وكل شيء. ما بعرف بيجوا على الكلينيك شو فيهم. والله هم كلهم بيفهموا. لا أنا بعرف المصريات بيفهموا، بس لما بيجوا لهون عندهم حرام شيء. لا في شيء أبنورمال يعني. ما معقول حدا بفوت ما بيقول بونجور. شو بدك تعملي؟ لايبوساكشن؟ شفت؟ بلا هيك شكلك ما بيخليكي تحكي؟ انه عيب هو يحكي ما يرد علي، مفروض انه رجال ما بيحكي يرد علي. بس ولا يخليكي في حالك. انا بحالي، وين شايفني؟ انت متطفلة. شو يعني مفطفطفطلة؟ متطفلة. شو يعني الكلمة مفطفطلة؟ متطفلة يعني داخلي في اللي مالكيش فيه. شو يعني ماكلي انا مالكيش بشي؟ بس انه فتو مالتو بونجور عيب، يعني شو وين فايتين؟ عبالتكم؟